أهلا بكم في الموجز الاقتصادي. ارتفع سعر خام البصرة الخفيف بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية ليسجل أعلى الأسعار في منظمة أوبك. وسجلت أسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا أكثر من 72 دولاراً للبرميل الواحد، حيث بلغ أعلى الأسعار مقارنة بالأنواع الأخرى لدول منظمة أوبك، فيما ارتفع خام البصرة الثقيل إلى نحو 69 دولاراً. ارتفعت أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يوم السبت في بغداد مقارنة بيوم الجمعة. وقالت مصادر صحفية أن بورصة الكفاح والحارثية في بغداد سجلت 150 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار، بارتفاع طفيف للدينار عن يوم الجمعة، حيث سجلت البورصة 152 ألفا لكل 100 دولار. أما في أربيل عاصمة إقليم كردستان فلم يكن هناك تداول للدولار لوجود عطلة رسمية فيها. كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب الحالي عن وجود تهرب ضريبي لشركات كبرى عاملة بالقطاع الخاص يقدر بمليارات الدولارات. وقال عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي إن تدقيق تقارير الرقابة المالية لعمل هيئة الضرائب كشف أن هناك تهرباً ضريبياً كبيراً أدى إلى هدر بالمال العام، وتشير وثائق رسمية إلى أن الشركات الكبرى في القطاع الخاص تتهرب بالأحرى منذ سنوات من دفع ضرائب تقدر بمليارات الدولارات. وأضاف أن من بين تلك الشركات المتهربة ضريبياً شركات نفطية ومصارف وشركات سياحية، الأمر الذي يؤدي إلى هدر بالمال العام. شكا مزارعو محافظة صلاح الدين من تردي أسعار الفاكهة النادرة والجيدة بسبب عدم تطبيق قرارات منع الاستيراد من دول الجوار، ما سبب خسائر مادية جسيمة. وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في صلاح الدين كريم الدليمي إن الاستيراد غير المدروس للفاكهة الأجنبية خفض أسعار المنتجات المحلية إلى أكثر من 70%، وأن عدم تطبيق قرارات منع الاستيراد العشوائي للفواكه والخضر ألحق أضراراً جسيمة بمزارعي المحافظة وكبدهم خسائر مادية فادحة. وأشار الدليمي أن المحافظة تمثل سلة الفاكهة العراقية لما تحويه من أصناف نادرة وعالمية تغطي حاجة أغلب المحافظات العراقية، فيما حذر من هلاك قطاع البستنة خلال السنوات الماضية بسبب غياب الدعم الحكومي للمزارعين. أكدت وزارة الزراعة المصرية أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي على استمرار حركة التجارة وتصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى المملكة بشروط المعمول بها حاليا. وأقلت الوزارة أن الاتفاق ساري إلى حين انتهاء الجانب السعودي من دراسة طلبات الجانب المصري والرد عليها قريبا حول الاشتراطات الجديدة التي وضعتها هيئة الأغذية السعودية. هذا وكانت السعودية قد وضعت شروطا جديدة يبدأ تنفيذها منتصف شهر حزيران الجاري لسماح للصادرات الزراعية المصرية بالدخول إلى أراضي المملكة. إلى اللقاء.